دكتور لونيد، هل إذن تعتقد أن هذه الاستعدادات وهذه المناورات الكبيرة جدا التي ستجري قريبا تقوم بها روسيا تحسبا لاحتمال الحرب أو توجيه ضربة عسكرية ضد إيران؟ سوف تستعرض هذه المناورات والتدريبات جاهزية روسيا لحماية مصالحها الوطنية بقوة السلاح ولتعزيز موقفها السياسي بالقوات المسلحة، والاستعراض أن روسيا لا تريد أن تشن عمليات عسكرية ضد إيران أو سوريا. نفترض أن من يضع المخططات في الغرب وإسرائيل لعملية كبرى جيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط الكبير يربطون بشكل مباشر بين الوضع في سوريا والوضع في إيران، فعمليا هذان حليفان في هذا الإقليم الكبير، وكلاهما يعتبران شركاء مضمونين لروسيا. لذلك المسألة تكمن الآن فقط في من سيحاولون تدميره أولا كدولة مستقرة، هل سيكون سوريا أم إيران؟ في الواقع ضرب سوريا أو ضرب إيران هو ضربة غير مباشرة لروسيا وللمصالح الروسية، فروسيا ستخسر نقاط ارتكاز مهمة وستخسر حلفائها في العالم العربي. لذلك روسيا بدفاعها عن سوريا تدافع عن مصالحها الخاصة، هذا أولا، وثانيا روسيا بذلك تدافع عن العالم أجمع من الفاشية، وعلى الجميع الاعتراف بأن الفاشية تخطو على سطح كوكبنا، وما فعلوه بليبيا هو تقريبا ما فعله هتلر مع جحافله ضد بولندا وبعدها روسيا، وهكذا روسيا اليوم تحمي العالم أجمع من الفاشية.